رايح فين؟ خير؟ ما انا عارفه انك خارج، خارج رايح فين؟ رايح لها ماما. مستريحه كده؟ اه يا حبيبي، بس انا عايزاك في كلمتين. تعال. طب ما انا كده هتاخر عليها. اصبر عليا. انا كلمتها وقعدت معاها وخيرتها ما بين حاجتين، يا تاخد مبلغ ضخم يعني يا تفضل معاك. وقالت لك ايه؟ انا هسمعك بنفسك. اهلا يا نانسي يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. طيب كل حاجه تمام، تحبي تقابليني في البنك ولا تحبي تقابليني عندك اجيلك؟ لا لا لا، انا هاجي لحضرتك. طب يا روحي، باي باي، اشوفك على خير. ها هتعمل ايه دلوقتي؟ هتقوم بقى تكسر الدنيا وتتخانق وتروح تضربها؟ عارف انا لو منك اطلقها، اطلقها حتى من غير ما هي تعرف. على فكره مش هيبقى فارق معاها حاجه يعني. انت صح على طول، كنت صح ودايما انا غلط. جيتي في ميعادك بالظبط. معلش اصل انا مستعجله شويه. لا لازم تشربي حاجه، مش ما يصحش. معلش مره تانية، متشكره. دي كده مستعجله؟ طب الفلوس جاهزه، دي دقيقه واحده وهجيبها لك. فلوس الجهل. وطي خديها. وطي! الفلوس دي تتمنى ان انت تبعدي عنها. دلوقتي انا مش عايز اشوف وشك تاني. بره.